الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا ربنا في كل وقت وحين، فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا عز كل ذليل وقوة كل ضعيف ونصرة كل مظلوم وملاذ كل مكروب، من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبا. يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد ورق الأشجار وعدد حبات الرمال وعدد ما تعاقب عليه الليل والنهار، وكل شيء عنده بمقدار، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله ربي لا أريد سواه، ما في الوجود حقيقة إلا الشمس والقمر فيض من حكمته، والبر والبحر ضرب من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناداه، والنمل في جوف الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يذنبون ورب العرش يسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينسى. ما شاء الله عليك عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، واحد لا من قلة وموجود لا من علة. سل آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه، وسل نوحا من بالطوفان نجاه، وسل إبراهيم من بالخلة كساه، وسل إسماعيل من الذي فداه، وسل يعقوب لما ابيضت من الحزن عيناه، وسل يوسف من الذي حقق له رؤياه، وسل يونس في بطن الحوت من الذي سمع المناجاة، وسل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها فقال إني عبد الله، وسل أيوب من الذي شفى. سل الكون كله ستعلم بأن الكون كله يوحد الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما شاء الله. اللهم صل على النبي. أشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله. يا موجة القلوب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا نور العيون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا ثمرة الفؤاد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لئن كان موسى بن عمران خاطب ربه فقال وعجلت إليك رب لترضى، فأنت الذي خاطبك ربك وقال لك ولسوف يرضيك ربك فترضى. ولئن كان موسى بن عمران خاطب ربه فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فأنت الذي خاطبك ربك وقال لك ألم نشرح لك صدرك. ولئن كان عيسى بن مريم أعطاه ربنا إحياء الموتى بإذن الله، فليس ذلك بأعجب من الشاة المسمومة التي طبخت وطهيت ثم وضعت أمامك فأنطقها ربنا لك وقالت لك لا تأكلني يا محمد فإني شاة مسمومة. ولئن كان سليمان بن داود أعطاه ربنا الريح غدوها شهر ورواحها شهر، فليس ذلك بأعجب من البراق الذي لما جئت لتركبه اضطرب وتحرك، فضربه جبريل بجناحي فقال أثبت
بعث محمدا نبيا ما وطأ ظهرك أحد أكرم عند الله من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عذرا إن كنت قصرت في وصفي، فإن جمالكم لم يوصف. والله لو جد العباقرة كلهم في وصف أحمد له لن تعرف. والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد في وصف محمد ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة المولى الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف. فصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام والإيمان في هذا المجلس الطيب طيب الله يسلم. هذا المجلس المبارك الذي تحفه ملائكة الرحمن من كل مكان. الحمد لله سبحان الله العظيم خاصة فإذا بدأت هذه الرحلة المباركة رحلة الزواج إذا بدأت بالقرآن الكريم لأخونا الأستاذ أحمد عبد الرحيم سابق على نجلة عمه الحاج محمد سابق من هذه البلدة المباركة بنجع العرب بأبو مناع. هذه البلد التي دائما تكون محبة للقرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها بحفظ القرآن الكريم وأن يبارك فيها ومن فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا تحدثنا عن الزواج قول اللي معاه قول وما أجمل الكلام في الزواج. لكن قبل أن نبدأ الحديث دائما وأبدا ما أبدأ كلامي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام خاصة في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. وما أدراك ما الإمام أحمد بن حنبل؟ في مجلس الإمام أحمد كان يجلس 100,000 أو يزيدون يسمعون لأحمد بن حنبل. لكن لم تكن هناك مكبرات صوت ولا وسائل تواصل اجتماعي ولا كذا، فكثير من البلاد لم ترى أحمد بن حنبل. فذهب ليزور بلدة من البلاد. ومن السنة إذا زرت بلد أول حاجة زورها الجامع. فصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم وكان متعبا من السفر فارتاح ريح شوية العامل بتاع الجامع ما يعرفوش ما شافش أحمد بن حنبل. قال له الجامع صليت توكل على الله اطلع برا على طول. قال له أنا تعبان أنا غريب. قال له ما ينفعش الصلاة هنا طالما صليت توكل على الله ما ينفعش الباش. قال له حاول. الراجل مشى وترك المقام رجع لقي سيدنا الإمام أحمد بن حنبل تعبان نايم. قال له مش قلت لك اطلع مرضيتش ليه؟ فخده من رجليه كده مسك من رجلين سيدنا الإمام أحمد بن حنبل وكره طلعه برا الجامع. فعد مر رجل من أهل البلد من نسب ومناع كده ناس الكرة فكده قال له تعالى ضيفك. فوجده رجلا خبازا يضيف الماء في الدقيق ويقطع هذا العيش ويبيعه للناس. كلما وضع ماء في الدقيق كان يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما قطع قطعة خبز كان يصلي على رسول الله صلى الله عليه. كل حاجة يعملها الليل كله بعد ما سيدنا الإمام أحمد كان وشرب عنده ونمله شوية الليل كله يصلي الرجل على سيدنا الليل. كل ما يعمل حاجة صلى الله عليه وسلم صليت على سيدنا النبي عليه السلام. يقول أحمد بن حنبل لهذا الرجل يا رجل ماذا تفعل؟ ولقيت فايدة من اللي انت بتعمله ده. فأنا اسمع يا أخ العرب
وما يعرفوش. والله الذي لا إله غيره ما دعوت دعوة بالليل. اسمع يا من توحد الواحد، ما دعوت دعوة بالليل إلا وقبل أن يطلع الصباح إلا واستجاب الله لدعوتي ببركة الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله عليك. وما دعوت دعوة في الصباح إلا وقبل أن يأتي الليل إلا واستجاب الله لي ببركة الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلا دعوة واحدة، دعوة واحدة إلى الآن لم يستجيب ربنا لي فيها. قال ما هي؟ قال أمنيتي أن أرى أحمد بن حنبل. الله أكبر. ولم يعلم أن الذي أكل من طعامه وشرب من مائه ونام في فراشه هو أحمد بن حنبل. فضحك سيدنا الإمام أحمد وقال ليس عليك يا أخ العرب، ليس عليك، يعني ما تزعل شيء، لقد استجاب الله لدعوتك، وها أنا أحمد بن حنبل لم أأتي إليك مشيا على الأقدام وإنما جئت إليك أجر جرا. الله أكبر. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ببركة الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب، اسمع، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، اللي عنده القدرة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني وقاية وحصن. الحمد لله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما استفاد المؤمن، يعني ما خدش حاجة بعد تقوى ربنا، خيرا له من زوجة صالحة. ما الهدي؟ إن نظر إليها أسرته، وإن أقسم عليها أبرته. المشايخ مجلس، خلي بالك. إن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. هذه واحدة. هذه الثانية. أولاني بعدين يكملوها. قد استشنوا لا ما قال اسدرني وركني بي ولا مشي هذي واعطي النفس الغشيمة لأجل حماش. طيب اسمع بس. يقول حكماء العرب، بما أننا في نجع العرب، واسمع لأهل العرب لأن أهل العرب هم أهل الكلام، وما أجمل الكلام إذا خرج منهم. يقول هذا الحكيم لا تتزوجوا من النساء ستة، يعني ستة أصناف. لا تتزوجوا من النساء ست، لا تتزوجوا الحنانة ولا المنانة ولا الأنانة ولا الحداقة ولا البراقة ولا الشداقة. مفهومين؟ بعيدهم ثاني. لا تتزوجوا من النساء ست، الحنانة والمنانة والبراقة والحداقة والشداقة. الأنانة مأخوذة من الأنين، يعني المرض، كل شوية عيانة، كل شوية توديني للدكتور، والدكتور بتعديشنا ما ينفعش، لازم نروح أسيوط ومش عارف دي بلاش منها. فالحنانة الأنانة يعني كثيرة الممرات، على طول عيانة، ربنا يدينا شرها. هذه واحدة. ثم الثانية الحنانة، يعني ايه مولانا؟ دائما وابدا تحن الى اهل بيتها، الصبح تكون عند امها، بعد العصر تقول لك امك وحشتني، عايز اروح لخالتي، عايز اروح لعمتي، مش عارف، كل شوية دائما وابدا تحن الى اهل بيتها. هذه الثانية. الثالثة اللي هي المنانة، يعني ايه المنانة؟ دائما وابدا تمن على زوجها، خدتك في بيت بالطوب بقي عندك شقة دلوقت، وكنت مش عارف كذا، ومعك مستقل، جبت عربية لانصر ما اعرفش ايه وكذا، سبحان الله العظيم. دائما وابدا تقول لي الاستاذ احمد والله ابدا
ما كنتش موظف هذيك توظفت. أنا مش عارف كذا. هذه سالسة. الرابعة ما تفكرونا طيب. اللي هي إيه؟ اللي هي البراقة. هي عليه البراقة. اللي 24 ساعة قاعدة قدام المراية تبرق في نفسها وليتها تعجبك أبدا. دائما وابدا قاعدة قدام المراية. سبحان الله العظيم. هذه برضو بلاش مين. الخامسة اللي هي ايه؟ الشداقة يعني الرطاطة. ولذلك سيدنا النبي قال ايه؟ قال هلك المتشدقون يعني يصرصرون الكلام بترد كثير. تقول لها كلمة ترد ب 17 سطر على طول. الستة ودي ربنا برضك فيها شر. اللي هي ايه؟ حداقة. يعني ايه الحداقة مولانا؟ يعني كل ما تشوف حاجة عايزة تشتري. يا بنت الناس نجيبوا كيلين فراولة ب 15 خلينا في التفاح لكيلو ب 25 كيلين ب 50 يعني على خراب بيتك. سبحان الله العظيم. نتشوف كذا عايزة كذا. هذه قال العلماء يكفين وشرها. ولذلك يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كده خلصوا ما فيش هم كلهم. لكن هناك منهم صم تنكح المرأة لأربع. أربع حاجات تشوفها. لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها ولدينها. فاصفر بذات الدين تربت يداك. وها أنا أرى النعمان بن ثابت. سيدنا النعمان بن ثابت كان من الأولياء الأتقياء. كان رجلا صالحا وورع الأتقياء. له يومين ثلاثة ما عندوش لا وكل ولا شرب. طلع برا البيت كده يشوف له لقمه عيش لقى تفاحه واقعه كلها. فتذكر ان ما اكله حرام مش من ملكه. خبط على الباب فتح الحارس قال له ده حصل كذا وكذا. قال له شوف لا ده مش بتاع صاحبها ساكن اخر الدنيا في اسوان جنب بيت الشيخ كرم التهامي تروح عند منه. ورحنا مولانا خبط على الباب قال لي الامر كذا وكذا وكذا وانا كلت من الجنينه بتاعتك وعايزك تسامحني. يعني قال له لا لا اسامحك ابدا. ليه يا ابوي؟ قال حتى تتزوج ابنتي. طب تمام عروسه ومستان انت عملي هيصت. قال له بس فيها عيوب. هي هي قال عمياء لا ترى عرجاء لا تصير طريق صماء لا تسمع خرصاء لا تتكلم. طب أعمل إيه بيها دي؟ الراجل استغرب لكن خايف من مين؟ من الله. ما قلة الخوف من الله هو اللي جبنا الأمراض اللي إحنا سمعين عنها دي. الله السلام يا شيخ. قعدنا نقول ما حدش يسلم وقطعنا الأرحام وقطعنا صلة الأرحام وعقوق الوالدين أهجت من فوق. لا حد يسلم على حد ولا حد يروح لحد. تركنا الله لأننا تركنا الله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. اسمع 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 الراجل من شدة الخوف. سلموا شيخ ولا ما سلموش؟ لسلم مولانا المشايخ أتقياء دولة ما همش حاجة إن شاء الله. الراجل من شدة الخوف من الله وافق وحددوا موعدا للزفاف. احنا بنتكلم على سيدنا مين؟ النعمان بن ثابت. تجيلي بعض العصر يوم الفلاني كذا في البيت. راح له خبط على الباب. اسمع يا مولانا خبط على الباب. يقول النعمان فتحت لي امرأة هي من أجمل النساء. الله أكبر. يبقى سمعتين خطة يبقى كده مش هي. ومشت عند الباب فتحت الباب. قال أجرب الكلام يمكن ما بتتكلمش. فقلت السلام عليك. قالت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى ردت وسمعت وتمام كده. بس ايه الشك موجود يمكن مش هي دي.
فدخل ووجد أين أباك؟ قالت بالداخل. فدخل ينظر إليها وينظر إليه، يبص لها ويبص له، أهي هي؟ قال نعم هي 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 دي. قال له من قلت لي عمية وبرشة وخرصة وكذا وكذا وكذا؟ قال اسمع يا رجل، لما رأيت من تقواك إلى الله، ابنتي عمياء لا تنظر إلى ما حرم الله، الله أكبر، عرجاء لا تصير إلا في الطريق الذي يرضي ربنا، صماء لا تسمع إلا كلام الله، خرصاء لا تتكلم إلا بكلام الله. يا من توحد الواحد، لا إله إلا الله. الله يديك الصحة والعافية والله، الله يقويك، حياك الله. الراجل قال تمام كده، عروسة وبستان وجنينة ممكن ورثة برضه عمرتين ولا حاجة كده تمام. فبنى بها يعني دخل عليها، وما هي إلا 9 أشهر وأنجبت غلاما ذكرا، أتدرون ما هو؟ إنه الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان. الله أكبر، سبحان الله العظيم، رضي الله عنه، سبحان الله. اصفر بذات الدين، تربت يداك، اوعى تقول لازم تكون معاها كذا ومعاها وورثة يا مولانا، لا ما حصل شيء. من الذي يعطي؟ الله. ومن الذي يأخذ؟ القدرة بيد الله، لأن الزوجة إما طريق. طولنا ولا حاجة؟ لا قول قول بس قول عشان يستزيد من علمك. الزوجة إما طريق تمر به إلى الجنة، وإما صراط يهبط بك في نار جهنم. ممكن توديك الجنة ممكن توديك جهنم. ولذلك الراجل وكان ما يبيع تجار قماش وكده، فقال لزوجته عدي لنا دجاجة على العشاء، يعني اطبخينها إيه؟ فروجة، فرخة. وكان تاجر قماش وجهزت المائدة، وإذا نكمل ولا مولاني. كمل كمل يا مولاني. سبحان الله، كان تاجرا للقماش، وإذا بالباب يطرق من؟ قال سائلا يريد حاجة لله. الرجل قام متضايق كده، قال له ومن قال لك أن عندنا شيئا لله؟ لا إله إلا الله، من قال لك عندنا؟ توكل على الله ما تجيناش. سبحان الله العظيم، سبحان الله. رجع لمرته وقال لها يعني قالت له كنت اديت له حاجة ولا كذا؟ قال لها ما تحكيش، ده الفروج الكيلو ب33، يعني الفرخة جبناها 3 كيلو قطعة ب110، ادي له ايه تاني؟ ما نقصاش ايه كل بوحدة. فبات في ليلته وصبح الصباح، ووصل عند محل القماش، فوجد أن المحل قد حرق من أوله لآخره، لأن الجزاء من جنس العمل. رجع لزوجته، لا والله أنت فيك وامرأة فقر وشوم وحالتك بالبلي، أنت طالق، الحقي بأهلك، روح بتبوك وكلوك وشنبوك. تمر الشهور وتزوجت من رجل كان تاجرا للقماش أيضا، نفس المشهد نفس القعدة، قال لها عدي لنا دجاجتان على العشاء، هات لنا فرختين واطبخيهم. طبخت وجهزت، الجلسة هي هي والمشهد هو هو، الباب بيخبر مين؟ سائلا يريد حاجة لله. فأمسك بواحدة، خد واحدة وقال لها اديها للسائل، فأنا وأنت تكفينا واحدة، أنا وأنت تقضينا واحدة، ممكن هو مع عويناته ولا مرته هو ياخذ واحدة. خدت واحدة وودتها عند الباب، رجعت باكية زعلانة حزينة. قال زوجها لما الحزن؟ لما البكاء؟ قالت اسمع اسمع، أتدري من هذا السائل؟ قال من هو؟ فقالت له إنه زوجي الأول. قال أما تعرفين من أنا؟ قالت من أنا؟ قال وأنا السائل الأول، وأنا اللي جيت لكم زمان. دع الأمور تجري بمقاديرها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. تعالوا تعالوا يا مولانا التفيه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليه، نشتري أرض، نشتري فد، نبني، نسرق، لا فليتقوا الله. لا إله إلا الله، فليتقوا الله.
لا إله إلا الله. أنت اللي خلقتهم ولا هو؟ لا إله إلا الله. أنت اللي جايبهم ولا هو؟ أنت اللي بتديهم ولا هو؟ أنت اللي بترزق ولا هو؟ هو الذي يرزق، هو الذي يعطي. الرزق بيد الله وبقدرة الله. أنت حللها وما لكش دعوة. ما المشكلة فين؟ في البركة. ما ناس زمان كانت بتاخد 100 جنيه و 40 جنيه و 60 جنيه وكانت العملية تمام. دلوقتي الناس بتاخد 7000 و 6000 ما نقضياش يا مولانا. ليه؟ ما حدش شغال بضمير. ما حدش عنده قناعة. سيدنا الإمام الشافعي يأتي إليه رجل يقول يا إمام أشكو إليك الضنك. عملية ضنك. ومن أعرض عن ذكري يا مولانا فإن له معيشة ضنكا. لكده ونحشره يوم القيامة أعمى. طب ليه؟ قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. زي ما نسينا أنت في الدنيا احنا سايبينك. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال له انت شغال يا ابوي؟ قال له شغال خباز. ما تاخذ كام؟ قال له ما اخذ 5 دراهم. فيش غيرهم؟ قال له لا. قال له اذهب لصاحب المخبز او العمل وقل له يعطيك 4. يا امام الخمسه ما بقضياش، 4 بقضي. قال له روح. راح خذ 4 رجع تاني شهر. ايه الاخبار؟ قال لقد زادت الطين بله. الطين زاد بله كان ولا البله زاد الطين ما يقولوها. لما يخربت اكثر 5 ما بقضياش والاربع ما قضاش. قال اذهب لصاحب العمل وقل له يعطيك 3. ما هو تقول الحكايه؟ خبر يا امار. لا 5 ما قضتش والاربع ما قضتش. ما الامام الشافعي في حاجه ولا قصه؟ فذهب وغاب عن الامام الشافعي 4 أشهر. ما جاش ثاني غير بعد 5-6 شهور. رجع لابس عبايه كده وجزمه ما اعرفش قد ايه وساعه ما اعرفش ايه وجاب خاتم فضه وكذا والعمليه هيصت. جي لما راه الامام الشافعي تبسم. قال كيف الحال؟ قال لقد فاض الخير وزاد يا إمام. الله. الثلاثة قضت وزادت. فضحك الإمام الشافعي وقال بيته المشهور: جمع الحرام على الحلال ليكسره، دخل الحرام على الحلال فبعصره. الله. جمع الحرام على الحلال عشان يكتر، دخل الحرام على الحلال ضيع الكل. هذه البركة. هذه البركة. إذا تتخيل الزوجة العملية عملية بركة ترضى بها. حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، ابنة عمر رضي الله عنها، أمير المؤمنين رضي الله عنها، لما تأيمت من حذافة بن خليس السهمي، يعني بقت أرملة جوزها مات ولسه سنها صغير، ما عدتش لسه 18 سنة. والمثل اللي احنا بنقولوه: اخطب لبنتك وما تخطبش الولد. فعرضها سيدنا عمر على مين؟ على ابو بكر. قال له ايه رأيك تاخذ حفصة؟ ما ردش عليه. فزعل سيدنا عمر، يعني صاحبي ما تردش علي. فراح لسيدنا عثمان: ما رأيك في حفصة؟ قال: غدا، بكرة رد عليك. أنور عليك عم الشيخ والله. بارك الله فيك. يديك العافية والله. بكرة رد عليك. لما رد عليه قال له: لا، لقد رأيت من أمري أمرا والله لا أتزوج بعد رقية. بعد رقية بنت النبي ما خدش حد تاني. فراح سيدنا مين؟ روح لمين؟ رسول الله، لمطيب القلوب صلى الله عليه وسلم، ولنور العيون صلى الله عليه وسلم، ولشافي الصدور سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. رحله قال له: لا تجد على أصحابك، يا ما تزعلش مني، تتزوج حفصة. من هي خير من عثمان؟ من عثمان. تتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. فهم الحكاية؟ خلاص. يعني مين عايزها؟ عايزها النبي صلى الله عليه وسلم. فطلع فرحان كده، قابلوا مين هو طالع؟
سيدنا أبو بكر الصديق شافه فرحان عرف القصة، قال لقد وجدت علي يا عمر، عارفك زعلت مني، والله لقد سمعت رسول الله ذكرها، يعني قال لي عايز عن حفصة، وما كنت لأفشي سر رسول الله. الله أكبر. ثم تزوج عثمان أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى خليك ناصح ونقي مين نقي اللي تنفعك في الدنيا وفي الآخرة. سبحان الله العظيم. والله يا إخواننا سبحان الله أشعر وكأن يعني سلسلة، وكأن سبحان الله لسائم الرحمة تنزل علي من السماء. قول بس قول قول سبحان الله العظيم. قول قول معاه. الإنسان يجب أن يتخير. ولذلك المرأة لما جاءت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله جاني معاوية بأبي سفيان، وجاءني أسامة بن زيد، وجاءني جهم بن صفوان، أخذ مين؟ الثلاثة دول عايزيني أروح لمين؟ قال معاوية فصعلوا كل مال لا فجري ما تاخدوش، وجهم براب للنساء لا يرفع عصاه عن عاتق أهل بيته، يعني عصيته إيه؟ شديدة. فيش الكلام ده ضرورة الحمد لله، حش نضرب حرب. هي اللي بتضرب. انكحي أسامة بن زيد. خذي مين؟ خذي أسامة بن زيد. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب النبي وابن حب النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم. هذه رحلة رحلة الزواج، أول مرحلة في حياة الإنسان. إن صلح بقية عمره، ولو خربت أيام السودة كلها. سبحان الله. يبقى الإنسان يكون كيس فطن في حياته وفي أمور حياته كلها، لكن دلوقت لا. ما المشكلة إيه؟ الراجل أول ما يتجوز يفتكر نفسه خلاص بقى عنتر، واللي جوا ما عرفش اسمها ايه، وعايز العصاية الشفدة على طول، وعلى طول يجينا لقيت الفتوى عليه الطلق ما حصل، وانت كذا وانت كذا، ما تجينا في لقية الفتوى طلقات على كوبايه شاي وعلى مش عارف ايه وعلى مش عارف ايه. يا سبحان الله، صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. امال انت فاكر نفسك هني ده؟ انت مرضي على جاي ما تخرب بيتك، انا ما تحكيش. يعني الحاج احمد كده يخش جوا، عملت عشاء يا استاذ احمد، هات العشاء، تجيب الرز يقول لها لا ما فيش شعريه في الرز، ما فيش، تفتح بقك عايز لك حكايه، صح ولا لا؟ عم احمد تلتزم ماشي كما التزم الاولون. ماشي حنوصف سيدنا النبي ونختم. حنوصف سيدنا النبي عليه السلام. سيدنا النبي اجمل الناس صلى الله عليه وسلم، واحلى الناس صلى الله عليه وسلم. هذه المراه التي تسمى ام معبد رضي الله عنها، ولم يكن الاسلام ولا البشريه تعرفها، لكنها اصبحت من اشهر النساء لما وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراه دي قالت ايه؟ قالت مر علينا رجل، هو جوزها من برا لكن اللبن موجود واللبن كثير، قال من اين هذا الحلوب يا ام معبد وهي ليست كذا. قالت مر علينا رجل، شوف يا مولانا اسمع، مر علينا رجل ظاهر الوضاءه، رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر الوضاء، أبلج الوجه، في عينيه وهج، وفي لحيته كسافة، وفي عنقه صقع لم تعبه سجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قصيم أحلى الناس وأجملها من قريب، أبهاها وأفضلها من بعيد، إن تكلم فعليه البهاء والوقار، وإن صمت فسماه الجلال والبهاء، له رفقاء يحفون به، إن تكلم سمعوا لكلام، فإن أمر تبادروا لأمره. ربعة، لا تنتشئه العين من طول ولا تقتحمه العين من قصر، وسيمه قصيم غير عابس ولا مفند، صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم ظاهر الوضاء يعني وش منور صلى الله عليه وسلم. وكانت عيني النبي دائرية، في ناس عينها كذا مستطيلة، لكن عيني النبي كانت عيني دائرية كذا. وتقول حليمة السعدية لم يكن لنا نور
في جوف ظلام الليل وأنا أرضع محمدا إلا نور محمد صلى الله عليه وسلم. في عنقه سطع، كانت عنق النبي كانت رقبته طويلة كذا، وفي لحيته كثافة، كانت لما تأتي نسمة ريح كانت شعيرات سيدنا النبي تصل إلى منكبي. والرسول مات على 63 سنة وما شاب في شعر رأسه ولا لحيته إلا 21 شعرية بيضة بس، 3 شعرات في لحيته و 18 شعرية في رأسه. لم تعبه سجلة، يعني ما فوش كرش زي المشايخ كده كلنا كروش، ما فوش ايه كرش، ولم تظهر به صعلة، يعني سنه لسه ما تعداش 55 سنة. فعلا سيدنا النبي بعث على 40 وظل في مكة 13، كان عمره 53 سنة وبضعة أشهر. أحلى الناس وأجملها من قريب صلى الله عليه وسلم، أبهاها وأفضلها من بعيد. لم تعبه سجلة ولم تظهر به صعلة، لا هزر ولا نظر. لا يكتر في الكلام اللي ما لهوش لازمة، في واحد يرد 3 ساعات تاخدش منه كلمة مفيدة، ولا نظر ولا يقدر في الكلام المطلوب ربعة، لا تنتشئه العين من طول، لا طويل قوي ولا قصير قوي. العلماء قدروها من 175 سنتي ل 185 سنتي، ده طول سن النبي صلى الله عليه وسلم. لا هزر ولا نظر غير عابس ولا مفنى. اللهم صل وسلم وزد وبارك يا ربنا على اشرف الخلق حبيب الحق سيدي يا رسول الله. اللهم بارك في هذا الجمع المبارك، اللهم بارك في هذا الجمع المبارك، اللهم بارك في هذه الزيجة، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير يا أرحم الراحمين. باعد بينهما وبين المشاكل والنكد والزعل والحقد والكر والبغضاء كما باعدت بين المشرق والمغرب. ارزقهم الذرية الصالحة، اجعلهم شابين نافعين. بارك لهما، اللهم بارك لهما وبارك في ذريتهما ولكل من حضر ولكل من وصل ولكل من اتصل برحمتك يا أرحم الراحمين وببركة القرآن الكريم يا أكرم الأكرمين. القرآن الكريم يقول المولى تبارك وتعالى: من شغله ذكري ومسألتي عن مسألته أعطيت فوق ما أعطي السائلين. القرآن الكريم: إن له لحلاوة وإن عليه لضلاوة، وإن أعلاه لمسمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. إذا استمع له الحزين هان في عينيه كل ضائع، وإذا استمع له العليل ذهبت عن جسمه كل المواجع. العلم القرآني الكبير شاب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزوجه كما زوج صديقه من قبل، وأن يبارك به وأن يبارك له. شاب صغير لكنه جمعت فيه خبرة الكبار. في القرآن الكريم اجتمع له هذا الصوت الجميل. سبحان الله العظيم، نسأل الله أن يبارك له وأن يبارك عليه وأن يبارك فيه. القارئ الشيخ، القارئ الشاب، فضيلة القارئ الشيخ كرم التهامي الأصوالي، فليتفضل فضيلته مباركا مشكورا مأجورا من الله. يعطيك العافية مولانا، الله يعطيك العافية، الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك. الله يرفع قدرك في العليين يا مولانا. أنا ذاكر اللي ما نكفيهاش سجل الهنا. Ah!
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.
تعالى الرأس شيبا. الله أكبر عليك عم الشيخ. الله ما شاء الله عليك. والله الله عليك يا شيخ كرم. الله الله. قال ربي شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. الله ما شاء الله. الله يهديك الصحة والعافية. ما شاء الله عليك. والله ما شاء الله يا شيخ. والله ما مسي. ولم أكن بدعاء جميل. والله ولم أكن بدعائك رب شقيا. الله خلي بالك يا نفحات. والله ولم أكن بدعائك رب شقيا. الله ما شاء الله عليك. الله. جميلة والله حبيبي. الله نفحات شديدة. والله ما شاء الله. الله أكبر. ولم أكن بدعائك رب شقيا. الله 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 اللهم صل على النبي. الله يزيد قبول مولاني. الله يسمع خير. والله قال بإني وهل العظم مني واشتعل الرأس شيئا ولم أكن بدعائك رب شقيا. الله ينور. الله لا إله إلا الله. اللهم صل على النبي. والله يعطيك العافية. اللهم زيد يسلم اللي علم. والله وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. الله 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 شكر من الله. وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيها. الله منور. ما شاء الله عليك. وقد بلغت من الكبر عتيا.
الصلاة والسلام. ما شاء الله. الله يسمع خير والله مولانا. الله يزيد قبول مولانا. الله يزيد قبول. وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. على نبينا الصلاة والسلام. وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام. صلى على النبي. الله اكبر. تبارك الله يا شيخ الله. الله يديك الصحه والعافيه يا رب. ما شاء الله شكرا والله ما شاء الله. الله يسمع خير والله. اللهم اطول لي. يا زكريا إنا نبشرك بغلام. عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام نبشرك بغلام يا زكريا والله يا مولاني الشيخ يحيى الذي سماه الله مولانا يحيى مولانا لن نجعل له من قبل سميا. الله يفتح عليك. نعم جميل يا مولانا. قال رب أنى يكون لي غلام. سبحان سبحان صاحب القدرة. قال رب أنى يكون لي غلام. سبحان بيده القدرة. يا زكريا إنا نبشرك بغلام نبشرك بغلام
قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى سبحانك يا قادر يا عظيم فقد بلغ من الكبر عجيا قال كذلك قال كذلك سبحانه وتعالى قادر يا قادر يا عظيم قال كذلك اللهم صل على النبي يا مولاني اسلم والله والله الله يسمى خير مولانا والله قال كذلك قال لا اله الا هو قال كذلك قال ربك هو علي تعالى لا إله إلا هو كل شيء وقد خلقتك من قبل الخلاق وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا يسلم ويسلم اللي علم ما شاء الله نبى الله يديك الصحة كمان ما شاء الله عليك مولانا والله الله يزيد قبول والله الله يزيد قبول يا مولانا قال رب اجعل لي آية الله يسمى خير والله يا مولانا الله يسمى خير قال رب اجعل لي آية قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل الله يا مولانا اللهم صل على النبي والله الله يسمع خير الله يزيدك من نعيم الله يا مولانا ايه الحلاوه دي يا مولانا والله منور والله وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا الله وقد خلقتك من قبل جميلة والله الله مولاني قال كذلك قال ربك هو علي غين وقد خلقتك من قبل
الله صل على النبي. الله يديك العافية. صلاة النبي عليك والله. الله يزيدك قبول مولانا وكرمه. الشيخ ليس عايزينك تجيبه. الله. براحتك خالص. الله يفتح عليك. غفر الله والدينا والديك والله. حبك الله يا مولاني. براحتك كده وبراحتك يا سيدي. منورنا والله. مولانا ما شاء الله. الله يا مولانا الله. الله يسلمك خير. قال رب اجعل لي آية. الله الله الله. خذ راحتك يا مولانا على الآخر. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. قال كذلك قال كذلك قال كذلك الله اللهم صل على النبي. الله جميل. قال كذلك قال ربك هو علي هي الله صلاة النبي والله صلى الله عليه. لا إله إلا الله. قال ذلك قال ربك هو جميل يا مولاني. الله اكبر يا حي. الله يزيدك قبول يا مولاني. الله يسمعك والله. الله يزيدك من قطرات الخير. جميل ما شاء الله. تسلم والله. قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين. سبحانه القادر. سبحانه القادر العظيم. هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية. جميل والله. اللهم صل على النبي. الله يا مولانا يعني تبارك الرحمن. سبحانك يا قادر. الله يجزيك خير يا مولانا والله. الله يجزيك خير. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. على صبا مولاني. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. الله يزيدك مولانا قبول. جميل كلام الله. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا. سبحان الله. سبحانه سبحانه.
فخرج على قومه من المحراب. ما شاء الله. رضا العالمين أفضل الصلاة والسلام. فخرج على قومه من المحراب. الله العالمين أفضل الصلاة والسلام. فأوحى وعشيا. سبحانه وتعالى. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فخرج على فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا. سبحان الله سبحانه وتعالى. فأوحى العالمين افضل الصلاه والسلام. الله يعطيك العافيه. يا يحيى خذ الكتاب بقوه. عليه العالمين الصلاه والسلام. يا يحيى خذ الكتاب بقوه. السلام يا يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة. اللهم صل على النبي. صل على النبي مبدع والله. صل على النبي عليك مبدع والله يا مولاني. بالله مولاني جميل كلام الله. زيد قبول يا مولاني يزيدك من نعيمه. ما شاء الله اجملك من قارئ والله شكرا ما شاء الله. نعم سيدنا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا الله أكبر. الله كان الحنان ده شكرا والله ما تحرمناش يا شيخ. الله يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه صبيا وحنانا من لدنا
وزكى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتينا حكم صبيا وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا النبي. كلامك الحلو دي الله يسمك خير يا مولانا، الله يجزيك خير ما شاء الله، ما اجمل كلام الله. نعم عليك وحلالا وبرا بوالدين، برنا بوالدينا، وبرا والدينا والديك، وضرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا، والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ما شاء الله عليك والله، انت تدفن هذا بوحدك يا مولاني، ما شاء الله والله، تبارك الله والله، الله يسمك خير يا مولاني. والسلام عليه يوم ولد، عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام، والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت، والسلام أكبر. الصحة يا علي أفضل الصلاة والسلام. يحيى مولانا، يحيى وعيسى مولانا، ما شاء الله عليك. علي ما شاء الله. واذكر في الكتاب مريم. الله الله الله. واذكر في الكتاب مريم. الله. والسلام. Oh,
الله عليك. صل على النبي. ما شاء الله والله. بارك الله. ما شاء الله عليك والله. يديك الصحة يا شيخ. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لنا بشرا سويا افتح يا مولانا وروح وروح في الطراوة يا مولاني مشتاقين والله. قال إنما أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عليه السلام. جميل أبو لاني. قال إنما أنا رسول. صلى الله عليه وسلم. قال إنما ما شاء الله يا مولانا والله. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول. قال إنما رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قال إنما أنا رسول.
على النبي. ما شاء الله ما هو أكبر. تبارك الرحمن والله. قالت أنى يكون لي غلام. الله هذا صبد يا مولاني. قالت أنى يكون لي غلام. قالت أنى يكون لي غلام. قالت أنى يكون لي غلام. قالت أنى صلى الله عليه وسلم. قال أن لا يكون لي غلام. الله. قال أن لا يكون لي غلام. الله. اللهم صل عليك يا رسول الله. اللهم صل على النبي. والله اسلم اللي علم. استاذ ودكتور والله منورنا والله. الله اكبر. قالت أنى يكون لي غلام. قالت أنى يكون لي غلام. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. قالت أنى يكون لي غلام ولم صلى على النبي. الله عليك. الله جميل والله. قال كذلك. الله. قال كذلك. قال كذلك. قال ربك هو علي هين. هو علي هين. سبحانه قادر. ولنجعله آية للناس ورحمة منا. الله. رحمة منا وكان يا ريت تجيبها تاني دي. ولنجعله آية للناس ورحمة منا. الله. رحمة منا ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. الله. فحملت
فجاءها المخاض فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت مبدع ابداع الله اكبر اللهم صل على النبي عليك ما شاء الله فاجاءها المخاض الله يسمى خير والله فنادى من تحتها لا تحتسني فنادى من تحتها لا تحتسني الله لا تحتسني جعل ربك تحتك ثريا الله ما شاء الله عليك يا مولاني نص ساعة بس اللي خلتك فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني ألا تحزني ألا تحزني تاني تاني وبره واثنين وثلاثة تحتها ألا تحزني سبحان من نادى سبحان من نادى ألا تحزني لا تحزني قد جعل ربك تحتك ثريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط الله أكبر. فكلي واشربي فكلي واقرني عينا الله الله أكبر ما شاء الله أهزي إليك بجذع النخلة
النهل تساقط عليك رطبا جميلا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميلا فكلي واشربي أكبر. سبحانه فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد شيئا فريا يا أخت هارون الله ثاني دي يا أخت هارون يا مريم لقد جئت شيئا فريا والله قفلة حلوة دي جميل والله أكبر. جميل والله فأشارت إليه صلى الله عليه وسلم قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا لا إله إلا الله قال إني هات من الأول خالص فأتت به مولاني فأتت بها وبراحتك يا مولاني صبيا قال إني عبد الله نفس المعنى مولانا الله عليك ما شاء الله قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله صلى الله عليه وسلم قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا الله في المهد صبيا قال إني عبد الله
جنازة معنا مولانا دي. ما شاء الله. الله عليك والله. قال إني عبد الله. في المهد قال إني عبد الله. في المهد صبيا قال إني عبد الله. الله أكبر. وجعلني مباركا. الله يجعلك مبارك. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني. نعم الوصية. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما كنت حيا. مولاني. لا يا مولاني سكت عليك النبي. لا يا مولاني يا عبد الله واعتني بس ما متحرم يا راجل بس كده يا مولاني. عايز تسرق سرقة يا مولاني. كرام. قالوا كيف نكلم من كان في المهد. الله الله كلام لا يمل سماعه وترداده يزداد به تجملا. الله ما تردد كل يزداد جمال. الله يفتح عليك. ايوه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. الله قال اني عبد الله. عبد لله. لا إله إلا الله. قال يا عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا. اللهم صل على النبي. يا راجل كنت فين من اول الزمان يا اخي. هات اللي في صدرك يا مولاني. يا شيخ هات اللي في صدرك يا مولاني. الله يجزيك خير يا مولاني. اتاني الكتاب. سبحانه وتعالى. ما شاء الله والله. الله يجزيك خير يا مولانا. شرحت صدورنا يا مولانا. الله يشرح صدرك يا رب. الله يشرح صدرك ويغفر لوالدينا ووالديك. يسلم من علم والله يا مولاني. وأوصاني بالصلاة. وأوصاني بالصلاة. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الحمد لله الحمد لله. وبرت والدتي. الله. وبرت والدتي. الله يجعلنا بارين بآباء وأمهاتنا. وبرت والدتي ولم يجعلني جب دار شقيا. الله
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. صلى الله عليك يا عيسى، صلى الله عليك يا محمد. وسلام علي وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله. ذلك عيسى بن مريم. ذلك عيسى بن مريم. صلى الله عليه وسلم. ذلك عيسى بن مريم. الحق الذي فيه يمترون. قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد. الله سبحانه وتعالى قادر يقول شيء يكون فيكون. سبحانه إذا قضى أمرا. سبحانه وبحمده. سبحانه وتعالى. إذا قضى أمرا. سبحانه وتعالى. إذا قضى أمرا. إذا قضى وتعالى قادر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي عليه
10 دقائق يا مولانا وختم. صلى الله عليه وسلم برحمتك يا مولانا. يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. مشتاقين ليك يا مولانا، والله مشتاقين ليك. سمعنا النداء ثاني يا مولانا. إن الله وملائكته يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه الصلاة والسلام. صلوا على صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واصرف عنا اللهم برحمتك شر ما قضيت، واصرف عنا اللهم برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت يا مولانا وتعاليت. آمين يا رب. اللهم إنا نسألك باسمك الكبير المتعالي الذي ملأ كل الأركان يا رب، أن ترفع عنا شر البلاء يا رب، أن ترفع عنا شر البلاء يا رب، أن ترفع عنا شر البلاء وسوء القضاء. يا رب. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء يا رب. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء يا رب، ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارفع عنا البلاء البلاء والوباء يا رب. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء يا رب. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء يا رب، اغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء يا رب، اغفر لنا الذنوب تقطع الرجاء. يا مغيث يا الله، يا مغيث يا الله، يا رحيم يا الله، يا لطيف يا الله، يا رب، يا عليم يا الله، يا رب، يا حليم يا الله، يا عليم بحالنا ومطلع على أسرارنا، وإليك خلاصنا
وإليك خلاصنا وأنت على كل شيء قدير وهو عليك هين ويسير أن ترفع عنا البلاء والوباء أن ترفع عنا البلاء والوباء يا كريم يا الله إلى بيوتك التي تحبها وعودة إلى صفوفك التي تحبها وعودة إلى حي على الصلاة وعودة إلى حي على الفلاح اللهم ردنا إليك مردا جميلا اللهم ردنا إليك مردا جميلا وبارك لهما وبارك عليهما واجمع يا رب بينهما في خير يا رب دعوناك كما أمرتنا فتقبل يا رب بفضلك ندعائنا اللهم صل وسلم وزد وبارك على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد.